حضر مراسم هذا الحفل التكريمي كل من السادة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش والمديرين ورؤساء المصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. بهذه السانحة ألقى السيد الفريق أول كلمة هنأ فيها كافة مستخدمات الجيش الوطني الشعبي سليلي جيش التحرير الوطني ومن خلالهن كل النساء الجزائريات بمناسبة يومهن العالمي. يطيب لي ويسعدني أن نلتقي اليوم بالمستخدمات العسكريات والمدنيات للجيش الوطني الشعبي وممثلات الأسلاك المشتركة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة. وتعد هذه المناسبة فرصة سعيدة اغتنموها لتقديم أصدق آيات التبريكات وأخلص التهاني إلى كافة مستخدمات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ومن خلالهن إلى كل النساء الجزائريات في كل شبر من أرض بلادنا الغالية. السيد الفريق أول أشاد كثيرا بإنجازات المرأة في الجيش الوطني الشعبي مؤكدا حرصه على تعزيز دورها وترقيته من خلال توفير كافة الظروف المناسبة لها للعمل وخلق الجو الملائم حتى تقدم الإضافة المرجوة منها. إن الإنجازات التي حققتها ولا تزال تحققها المرأة في الجيش الوطني الشعبي تستوجب منا كل التقدير والتثمين، فهي ثمرة جهد متواصل أثبتت من خلالها أنها أهل للثقة ومصدر للفخر والاعتزاز، وهو ما يستلزم منا كقيادة ومسؤولين عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أن نوفر لها كل موجبات التمكين والتميز، ليس فقط من خلال تحسين ظروف عملها وخلق الجو الملازم للرفع من جودة أدائها، بل كذلك من خلال مرافقاتها نفسيا ومعنويا وحمايتها من كل ما يمكن أن يكبح إرادة النجاح لديها وتقديم الإضافة المرجوة منها خدمة للوطن وللمواطن. في هذا الصدد بالذات فإننا اليوم نعتز ونفتخر بما يحوزه جيشنا من رصيد بشري نسوي من أعلى المستويات من أستاذات في الطب والمهندسات ورياضات النخبة على غرار فريق القفص المظلي وفريق الرمي للإناث اللذان ما فتئ يحققنا النجاحات تلو النجاحات. وسنشهد بحول الله هذه السنة تخرج دفعة أولى من الطيارين الإناث بما في ذلك طياري المطاردة والنقل الجوي والحوامات من المدرسة العليا للطيران بالطفراوي، وهو ما يسهم لا محالة في تدعيم صفوف قوتنا الجوية حتى تؤدي مهامها النبيلة على الوجه الأكمل والأمثل. في الختام قام سيد الفريق أول بتكريم بعض المستخدمات بهدايا رمزية، كما حرص على تشجيعهن على تقديم المزيد من الجهود من أجل تحقيق النجاح في مسارهن المهني.